نبدأ مع بعض أولادي وطلابي الأعزاء مع الفصل الخامس اللي عنوانه الإمام محمد عبده والأزهر. الفصل ده احنا قلنا ان الفصول الرابع والخامس والسادس بيحكونا على شخصيات. عرفنا في الفصل الرابع شخصية عم الحاج علي الرزاز. هنتكلم دلوقتي مع بعض على شخصية جديدة. بيقول لك طبعا صاحبنا ما كانش بيحب يذكر أسامي حد، يمكن ذكر عم الحاج علي عشان راجل كبير أو ليه هدف معين منه، إنما هنا مش هيذكر اسم هذا الشاب، هيحكي عن شاب كان يسكن الربع معهم وكان من جماعة أخيه، من أصدقاء أخيه يعني، رغم إن هو مش من جماعة أخيه الأصليين، هو كان دخيل عليهم. يحكي هذا الفصل عن ذلك الشاب الذي كان مصدر فكاهة ودعابة لهؤلاء الطلاب. كان هذا الشاب أكبر منهم قليلا وأقدم منهم في الأزهر، ولكنه من جيلهم ومن طبقتهم. كان نحيف الصوت قوي، صوته نحيف لدرجة ان انت اول ما تسمع صوته تضحك، وكان قليل الذكاء ضيق العقل بحيث لا يستقر العلم في رأسه، ما فيش حاجة تثبت في دماغه خالص، يعني في منتهى في غابة كبير او في جزء من الغباء، لان عقله كان محدود وكان محصور، فلم يكن يستطيع ان ينفذ الا ما وراء ما كان يقرأه في الكتب، تمام. ورغم كده كان واثقا من نفسه، كان واثقا من ايه؟ من نفسه، طامحا الى مستقبل كبير في غيره تكلف. وكان بيشارك اصحابه حياتهم كلها، هو ما كانش اصلا من الجماعه دول، من الشله دي، من شله اخوه يعني، انما كان من طلاب الازهر. وطبعا شله اخوه هم طلاب الرابع او شباب الرابع، طلاب العلم، طلاب الازهر، كانوا معروفين في الازهر كله بالتفوق العلمي والجد، لذلك كان يسعى اليهم كل الطلاب، وخاصه اوساط الطلاب وضعافهم، وكانوا يلتمسون عندهم التفوق، يعني عايزين يعرفوهم. طبعا زي ما انت تكون ايه، في ولد شاطر شاطر قوي كده عايز تتعرف عليه، وانت برضو شاطر ان شاء الله تتعرف عليه عشان تشطروا بعض مشاطرين، او تتعلم منه حاجه لو انت حاسس انه اشطر منك يعني. فكان الطلاب دول كانوا معروفين في الازهر كله بالتفوق والجد والامتياز، وهذا رفع مكانتهم، لذلك ناس كتير من الطلاب كانت بتحب تتعرف عليهم. يمكن منهم اللي كان عايز يعرف شيخ من الشيوخ، او ليه مصلحه عند الشيوخ او حاجه، فكان بيعرف الطلاب دول عشان يوصلوه للشيوخ، لان طبعا الشيوخ كلهم في الازهر كانوا بيحبوهم جدا، بيحبوا الطلاب دول، وكانوا معروفين ان هم من خاصه طلاب الامام محمد عبده. الامام محمد عبده ما ادراك ما الامام محمد عبده. المهم ان هذا الشاب قد تعرف عليهم وزارهم في ربعهم واعجبه ربعهم، فاتخذ له غرفه مجاورا لهم وعاش معهم في هذا الرابع، وشاركهم حياتهم كلها في البدايه، حياتهم العلميه وحياتهم الايه؟ الاجتماعيه، لكنه لم يكن يحضر درس الفجر. ايه درس الفجر؟ فاكرين؟ الدرس اللي بيحضره اخوه في الفجر كان درس ايه؟ الاصول، اصول الفقه. ليه؟ لانه كان بيؤثر الراحه، كان بيحب ينام شويه، فما كانش بيصحى الفجر يروح معهم درس اصول الفقه، انما كان بعد كده بيحضر كل الدروس. ده في البدايه. ويحضر حياتهم الاجتماعيه ويشرب معاهم الشاي وكده. طب ايه سبب ان الشباب كانوا بيحبوه او صابرين عليه؟ الولد ده كان سخي ماديا، يعني كان واضح ان هو اكثر منهم مالا، لذلك وكان بيقرضهم، لو اي حد فيهم عايز فلوس كان بيديله ويستنى عليه، ما كانش بيطالبه ولا حاجه. هم طبعا ما بياخدوش ياكلوا حد يعني، كانوا بيردوا اللي بياخدوه، ولكن هذا الولد كان اسرع اليهم مالا، يعني كان بيديهم دايما، ما كانش بيطالبهم. في نفس الوقت كان لما يتعاونوا على شراء كتاب كان يدفع هو اكتر، وكان عايش معاهم، يعني كان سخي اليد، دي سبب حبهم له. ايضا كان مصدر دعابه لهم، كانوا بيقعدوا ايه يسخروا منه احيانا ويتنظروا عليه، هو ما كانش بيزعل منهم ابدا. وهذا الولد او هذا الشاب كان لما يدخل معاهم يقعد معاهم كانوا بيتكلموا يقروا في النحو، في شواهد في النحو، ابيات من الشعر كده، فكان لما يقولوا بيت من الشعر كان يقول له، هو كان بيدعي العلم المعرفه الكامله بعلم العروض،
يدعي المعرفة الكاملة بعلم إيه؟ العروض. علم العروض ده اللي هو علم موسيقى الشعر أو علم الشعر، أي شاعر لازم يكتب قصيدة بيختار بحر من البحور، بحر الطويل، بحر الرجز، بحر الهزج، بحر المتقارب، الوافر، الكامل، البسيط وغيره. لكن كل ما يقولوا له قطع لنا البيت ده يا فلان، كان يقطع البيت وبعدين يقول لهم يرده إلى بحر البسيط. يضحكون طبعا لان كان البيت ليس من بحر البسيط. مره ثانيه يقولوا قطع البيت، يقطعه عروضيا، يقول له من بحر البسيط. اختزل البحور الشعر 16 في بحر واحد وبحر الايه البسيط، فكانوا يترندرون عليه كثيرا. تمام. هؤلاء الشباب طبعا كانوا من ومعهم هذا الولد في البدايه، كانوا من خاصه طلاب الامام محمد عبده. وكان الامام محمد عبده كثير النقد الازهر، يريد ان يرتفع في مستوى الازهر، فكان كثير النقد له، ويدل طلابه على كتب يقرؤونها ويشترونها من الخارج او يستعيروها من مكتبه الازهر. فاذا استطاعوا ان يستعيروها بيستعيروها، اما اذا تعثر الامر كانوا يتعاونون على شراء كتاب وكل منهم يقرأها ثم يعطيها للآخر. تمام. طبعا هؤلاء الشباب تحملوا مشق شراء الكتب بسبب حبهم الصادق للإمام محمد عبده ورغبتهم في العلم. وطبعا كانوا معروفين في الأزهر أنهم من تلاميذ الإمام محمد عبده، والشيخ بخيت والشيخ أبو خطوة والشيخ راضي. وكان هذا فخرا لهم أنهم ليسوا مجرد تلاميذ، بل أنهم تلاميذ لأعلام الأساتذة والشيوخ. تمام. لذلك كان هذا ما قلنا ان كان كل الطلاب بيحاولوا يقربوا منهم، وكان هذا بيعرضهم لبعض السخافات والجهالات. يعني الطلاب التانيين يجوا لهم ويسالهم اسئله مضحكه، لكن كانوا بيكتموا على نفسهم ويجاوبوهم، وبعدين لما يخلقوا الى انفسهم مع بعضهم يقعدوا يتنضروا بهؤلاء الايه؟ الطلاب الضعفاء. المهم ان بعد ذلك حدث في الازهر ان حصلت مشكله في الأزهر، وانقسم مع مين؟ مع الإمام محمد عبده. وانقسم الأزهريون إلى أتباع وأنصار للإمام، وأيضا إلى هناك أتباع وأنصار دول مين؟ للإمام. وفي معارضين للإمام، يوجد معارضون للإمام. ويعني فريقين الأزهريين انقسموا فريقين، زي ما أي محفتنا بتحصل أو أي مشكلة بيحصل لازم ينقسم الناس نحوها إلى فريقين يعني. والولد دوت عمل بقى الشاب ده عمل غلطة عمره. طبعا هو الشاب ده في البداية شاركهم حياتهم كلها، وبعدين شيئا فشيئا بدأ ينسلخ أو يخرج من جلدتهم، يتركهم في العلم ويشاركهم حياتهم الايه؟ الاجتماعية. وكان بيروح معاهم يزور الشباب الأثرياء، والشباب الأثرياء بيجوا يبادلوا شباب الرابع الزيارة، فكان هذا مصدر فخر ليه. كان بيفخر ان هو بيعرف الشباب الأثرياء دول بيقولوا بيروح لهم وكده، رغم ان شباب الرابع كان يرون ان هذا شيئا ايه؟ طبيعي. بعد كده لما حصلت المحنة السياسية ديت، والإمام محمد عبده تعرض للخروج من الأزهر، هذا الشاب وقع في خطأ عمره. إيه خطأ عمره؟ إنه اتصل بالجامعتين، المناصرين للشيخ والمعارضين له، بل أنه أفشى أسرار، كان يفشى أسرار كل الجماعة الأخرى، بل أفشى الأسرار كلها إلى المحافظة، إلى الحكومة يعني الشرطة. طبعا حتى علم الفريقان أو علم الناس اللي في الأزهر كلهم بموقفه هذا، فتركوهم ولم يدخلوه معهم في شيء. فقبع هذا الشاب في غرفته خاسرا الجميع، ولم يخسره احد، الى ان جاء يوم سابوه طبعا ما حدش بيسال عليه بقى، وقعد مع نفسه لغايه ما جه يوم ونعى الناعي ان هذا الشاب قد مات، فلم يحزن عليه احد ولم ياخذهم صمت ولا وجوم ولا حزن ولا مس نفوسهم اي ضيق ولا اضطراب، وانما تلوا او قرأوا الآية المعروفة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يشغلوا بالهم كيف مات، من الحرمان ولا من الحسرة ولا الوحدة ولا إيه. ومات هذا الشاب، وبذلك انتهى الفصل الخامس. طبعا الأسئلة موجودة عندكم كتير، اللي عايز أي سؤال يعني يتفضل، موجود عنده في حوالي 14 سؤال ممكن تتصفحهم وتشوفوا. هو دي أحداث الفصل كلها، ونلتقي في الفصل السادس إن شاء الله.